المغاربة كلهم كيتذكروا هذه اللقطة من ميري كريمو إلى خليفة، ثم هدف خيالي للاعب خيري في مكسيكو 1986. أجي نتكلموا على صاحب التمريرة السحرية لخيري، إنه خليفة العابد، لاعب من طراز رفيع. ربما لن أكون مبالغ إلا قلت بأنه أحسن ظاهر أيمن مر في تاريخ الكرة المغربية، لاعب مهاري بحس هجومي كيبين أن المغرب بلد المواهب الكروية. خليفة العابد من مواليد مدينة القنيطرة سنة 1955، التحق بالنادي القنيطري سنة 1975 وصنع معاه ملاحم وبطولات، وما أدراك ما النادي القنيطري حين ذاك. التحق خليفة بالمنتخب المغربي سنة 1978 وجاور أسماء كبيرة على رأسها أحمد فراس وعبد المجيد الظلمي. خليفة مدافع صلب ولكن بحس هجومي، والكل كيذكر الملحمة اللي صنعها المنتخب المغربي في مكسيكو سنة 1986.